كثرة مكاتب المحاماة والمحاضرات التوعوية بحقوق المرأة، ساهمت تلك المكاتب في تشتت الأسر وتفككها واللجوء للقضاء في مشاكل قد تحل بطرق سلمية أخرى، فما رأي القانونيين حيال هذا الأمر؟ طبعا للحديث عن هذا الموضوع أكيد نرحب بالمحامية القانونية الأستاذة أفنان الحنطي. يسعد مساك أستاذة أفنان. أهلين، مساك نور. المرأة الحين أصبحت واعية بالقانون تماما، الحمد لله. الحمد لله، يعني سواء كانت عن طريق المحاضرات القانونية اللي تحضر أو عن طريق الجلسات مع صديقاتها أو عن طريق الأبليكيشن صار موجود في الجوالات، فدائما المرأة أصبحت متأهبة وجاهزة لكل شيء. الإيمان بالقانون نعمة ولا نقمة؟ لا طبعا نعمة، طبعا نعمة. يعني أنا هذا رأيي لما كنت قبل ما أدرس القانون، لما كنت أنا ألجأ للمحامين، وبعد ما درست القانون وصرت أنا المحامية اللي يلجؤون للناس، ما زلت على نفس رأيي نعمة. ولكن معظم السيدات يعني كل ما صارت لها مشكلة في حياتها الزوجية أو في حياتها الأسرية أصبحت تلجأ للمحاكم، أصبحت يعني نوعا ما شرسة، فما تحسين أنه الإلمام بالقانون يعني في بعض الأحيان يسبب مشاكل أكبر، يعني المشاكل تتضخم أكثر بحيث أنه ما عاد تلجأ للحلول السلمية؟ شوفي، خلينا نحكي أول عن أنه هذه مهنة يعني تسبب فيها الشيء دخول النساء، ولا هذه المشكلة موجودة حتى قبل في لما كانت المهنة للرجال. النساء لما يصيرون محاميات يعني في مجتمع محافظ يعتبر بالعكس هو أفضل من وجودهم في مجتمع غير محافظ، لأن طول ما المرأة طرف في القضايا المرفوعة فأكيد يعني أفضل أن يكون في محامية، لأنه يعني بالأخير سواء المرأة اضطرت أنها تقابل خصمها أو تقابل القاضي هو رجل، رح أيضا رح المحامية تقابل القاضي أو الخصم. يعني المرأة هي طرف رئيسي في هذا الموضوع، سواء كانت هي متضررة وراحت لمحامي رجال، نفس الانتقاد أو الإشكال على أن المرأة محامية وقابلت القاضي، نفس الشيء. ما دام يعني المرأة طرف يكون في عندها مشكلة بأنها تجلس مع القاضي تشرح له، يعني لا لا الحين لا في المملكة أصبح في نسبة محاميات يعني الحمد لله كويسة، ولكن هل قاعدين يوصلون للنتائج اللي يوصلوا لها المحامين الرجال؟ الحمد لله، لأنه زي ما قلت لك بما أنه مجتمع محافظ فصار اللجوء للمحاميات هو أغلب من النساء. فيعني أوكي، قبل ما يكون في محاميات نساء كانوا يقولون بأن نسبة القضايا كانت سابقا أقل، والآن ارتفعت بسبب المحاميات النساء اللي صاروا يسوون دورات عن حقوق المرأة وغيرها. قلة عدد القضايا الموجود في المحكمة لا يعني أنه لا يوجد أو قلة عدد المشاكل التي تستوجب حل قضائي في البيوت. نعم، يعني ممكن الوحدة بدل ما تلجأ للمحكمة تروح لمحاضرة توعوية، يعني ممكن تحل مشكلة المحاضرات التوعوية، لأنه في سيدات مو عارفين الحقوق، بعضهم يعني عندهم جهل بالحقوق. صح، شوفي في مأخذين على المرأة اللي تحضر دورة لحقوق المرأة أو اللي تقيم هذه الدورة. المأخذ الأول اللي هو أنتم فتحتوا عقولهم على أشياء كانوا راضين وساكتين فيها، فساهم هالشيء في تشتت الأسرة وكانوا راضين وكانوا. أول شيء الحق حق، شرعها الدين وكفلها النظام، والحقوق تؤخذ لا تعطى. أرفعي صوتك شوية بس، لأنه يعني أنا قاعدة أسمعك بس أخاف المشاهدين قاعد يشوفون الحين ما يقدروا يسمعونك. صحيح، أوكي. فالدورة هذه ليست هدفها التوعية فقط بحقوق المرأة، لا، هم كل اللي حاضرين عارفين حقوقهم ولكن يبغون يعرفون كيف يوصلون لها، فهي مجرد توفير كلفة مادية على المتضررة بأن لا تلجأ لمكتب محاماة تدفع من 10 إلى 50 ألف، فهي تحضر الدورة بقيمة 300 500 700 ريال، تعرف هي إجراءات التقاضي بنفسها، فهي رايحة للمحكمة، لكن بدل ما يعني الحل المشكلة اللي عندها حلها الأخير هو القضاء، يستوجب حل قضائي، بدلا ما أنها تروح للمحامي تدفع له هذا المبلغ تترافع بنفسها. يعني أنا اللي أنا أسويها دائما يكون شعارها مهما كان موضوعها كوني محامية نفسك. نعم. يعني هي كذا ولا كذا، بدل ما تروح للمحامي تجيني، ما لها علاقة أنها هي لجأت للقضاء كحل أول قبل ما
ولكن اكيد المراه يعني ما عندها هذاك الادراك. صح في دورات تدريبيه وفي ابلكيشنز بس ما عندها هذاك الادراك والدراسه القانونيه اللي انت تمتلكينها، بالتالي راح تقدر تحل مشاكلها مثل ما انت راح تقدرين تحليلها اياها. صح طبعا، نعطيها يعني هذا الاجراء الاسهل الاسرع الأضمن. إذا ما إذا لها حق ولكن ما عندها إثبات، نوفر عليها كلفة إنها المحامي وكلفة حتى الواحد لما يلجأ للمحامي للقضاء يخسر كل الطرق السلمية مع خصمه. فليش هي تلجأ للقضاء؟ لا هي أخذت حقها في القضاء ولا هي كسبت الطرق السلمية إذا ما عندها إثبات. فيعني هي مجرد توفير مادة على المتضررة، وأن المجتمع يكون واعي بشكل أنه يترافع عن نفسه ولا تكتظ المحاكم بالمحامين لأن منظر غير حضاري في بعض الحقوق يحتاج الإنسان أنه يعرفها، مو بشيء جدا بسيط تفصيل في حياته يروح للمحامي ويدفع ويكون مضطر، مو يعني من ثقافة ووعي المجتمعات. أما بما يخص أنه المأخذ أو الانتقاد على تشتت الأسرة زي ما قلتي، إحنا موضوعنا أنه كثرة السيدات اللي يعرفون حقوقهم القانونية تسبب هذا الشيء بتشتت أسر كثير. صحيح جانا كثير هذا الانتقاد وهذا الكلام. خليني أقول لك شيء، الإنسان العاقل والواعي أي مشكلة عنده لازم يكون فيها تدرج لحلها، يعني مستشار أسري، مستشار اجتماعي، مستشار نفسي، بعدين يلجأ للقضاء، بعدين يلجأ القضاء مو بس آخر حل، بعد في حلول بعد القضاء. فالإنسان العاقل حنا نتعامل مع ناس عاقلة عارف حقوقها أساسا، لو هي ما هي عاقلة وما هي عندها الإمكانية والقدرة أنها ترتب أولوياتها، تشوف هالمشكلتها استنفذت الحلول السابقة السلمية أكثر قبل اللجوء، أساسا قد يعتبر أصلا هذا الشخص ناقص أهلية أو مرفوع عنه القلم، يعني مو هو أصلا الفئة اللي إحنا نتعامل معها. فالمفروض الإنسان إنه يكون أولا مستشار أسري اجتماعي نفسي، بعدها الأسرة يعني كتكافل اجتماعي من واجبهم أنهم يوجهون ينصحون ويحاولون يسادون. إذا استعصى حل المشكلة بهذه الطرق واستنفذت كل الحلول بدون أي نتيجة يلجأ للقضاء والمحامين، حنا موجودين. فحنا درجة معينة من حلول المشكلة، أنا لاني مستشار أسري ولاني قاضي ولاني فوق القاضي، فهمتي؟ فأنا درجة معينة ما أقدر أقوم بدور غيري. يعني قد تعرضتي أنه يجيك مثلا زوج أو رب أسرة عائلة تشتتت بسبب إلمامها بالقوانين وبسبب معرفة حقوقها، قد واجهتي هذه الحالة؟ لأنه الحين جاية شكاوي كثير على هالموضوع. شوفي أنا من واجبي أني أنا أعطي كل مرأة إيش حقها، في حق تتنازل عنه المرأة برغبتها يكون حقق لها فائدة ثانية، يعني هي المرأة تقدر تعرف تقيس في عقلها وإدراكها ووعيها هذه المشكلة وين الحل الأقل ضررا. يعني حتى لو لجأت للقضاء والقضاء شتت أسرتها أو سبب لها أضرار، في الدين يقول يدفع الضرر الأكبر بالضرر الأقل، في ضررين متحققين، أنا عندي زوج لو لا سمح الله يتحرش بطفلتي، طيب الانفصال راح يخلي العلاقة ما هي جدا كويسة بين الأم وأبو البنت وأبوها، راح تزورها مرة في الأسبوع غير لما تكون عايشة معها، العلاقة راح تكون أبعد، أوكي هذا ضرر متحقق ولكن يدفع الضرر الأكبر بالضرر الأقل. صحيح. اللي هو حماية لها. فهي المفروض أنها بينها وبين نفسها تفكر تشوف إيش الضرر الأكبر والضرر الأقل، وين أنا أقدر أكون راضية وتستنفذ الحلول الأولى بعدها تلجأ لنا. إحنا ما نقدر نسوي دور غيرنا، وهذا لا يعني إنه أي واحدة تجيني تقول لي زوجي سوى شيء تافه أقول لها أنا روح ارفعي قضية، لا لا أنا يعني واجب اجتماعي، لكن أنا كمهنة مو من حقي إني أنا أقول لها أحسن روح المستشار الأسري أحسن سامحي عشان ما أدري إيش، أنا أعلمها وش حقها وش عليها. نعم. لكن أنا فعلا زي ما قلتي يعني أنا لما يعني مسؤولية اجتماعية علي، لما كثير يكلموني يقولوا لي إيش رأيك أنت مكاني شو تسوين، أنا ما أقدر لكم ما مكان أحد وما حد يكون مكاني. صح. علميني إيش تبين بالضبط أمسك يدك ووصلك للي تبينه، أما وش أسوي أنا ما أقدر أقول لها شو تسوين، مسؤولية علي. ففعلا يعني بس أكيد أنت دائما تعطيهم الحلول السلمية. لا أنا قبل لا يوصلوا للمحاكم، قبل لا أنا أكثر من مرة أعلنت عن مستشارة أسرية ومستشارة اجتماعية
حطيت يعني انا كنت انتقي بصراحه منتقيتها من تجربه شخصيه، ما هي بزي المليون رقم او عياده او استشاريه موجوده. فمجرد اني حطيت الرقم تفاجات انه كميه مهوله انتقلت، من انها كانت تسالني انتقلت للمستشاره هذه. ففعلا هذا كلام صحيح انه في ناس تلجا للقضاء قبل ما تلجا للحلول السلميه، بدليل انهم جوني على طول وهو كان في درجه المفروض انها تكون نعم، عشان كذا انت كنت معنا اليوم استاذه افنان، لانه فعلا اصبحوا السيدات يلجؤون على طول للمحاكم والقضاء لمجرد انهم يعرفون فقط. صح، بس هذه مسؤوليه توعيه المجتمع. هذه اكيد ما هي مسؤوليتك، ولكن ايضا هذه مسؤوليه كيف يكون مجتمع واعي اكثر، كيف يوصل للحلول السلميه قبل لا يوصل. طب معلش اعطيك بس ملاحظه اخيره. تفضل. الهجوم هذا كله على بس دخول المراه في القانون. خليني اقول لك مثال، يعني نشوف الموضوع من زاويه ثانيه. نعم، احنا معنا دقيقه تقدرين تقولين المثال. في كثير حقوق، في عفوا اشياء تصير للمراه هي اساسا مو من حقها، هي اكتسبتها من العرف الاجتماعي عن طريق هذه المحاضرات، عرفت انها ليست من حقها، زي نفقه الاب على البنت الموظفه، او نفقه الابن على ابوه الغير مقتدر. نعم. او حتى اذا الرجال بيطلق طلق زوجته الطلاق الرجعي، لما يقولها ايش رايك ترجعين وتقول له لا، هذا شيء ما بينهم، هو يقدر انه يرجعها من دون علمها ومن دون رغبتها. هذه المحاضرات وعت المراه على انه هذا مو من حقك اساسا، اكتسبتيه انت بعرف اجتماعي ولا طاف ولين. فخلينا نشوف الجانب الثاني، احنا مو بس خليناهم يعرفون حق ما كانوا يعرفونه، لا، علمناهم انه في اشياء مو من حقك. نعم. بس انت ماخذتها يعني كعرف اجتماعي ومو اكثر من كذا. شكرا لك يا استاذه افنان، يعطيك الف عافيه، نورتينا لليوم. الله يحييك، اهلا وسهلا. يعطيك الف عافيه. مشاهدينا كانت معنا القانونيه افنان الحنطي، اكيد يعني اللي قاعدين يشوفونا الحين استفادوا من هذه الفقره وخاصه السيدات. شكرا لكم، فاصل قصير ونواصل، ابقوا معنا. في سيدتي بعد الفاصل. بعد أن روجته شركة تشيكية سواك العرب فرشاة الأسنان الجديدة في أوروبا.